فيناهما وبناتهم فيناهما وبناتهم فيناهما كندا وروما كندا وروما ولادكم قريتوهم ولادكم قريتوهم والمناصب ورثتوهم والمناصب ورثتوهم ولاد الشعب شردتوهم ورشوا حقهم ضمون والحقوق يحقهم هضم والحقوق يحقهم هضم نتائج مشبوهة نتائج مشبوهة ورصابين كيرفضوها ورصابين كيرفضوها ونتائج مشبوهة ونتائج مشبوهة ورصابين كيرفضوها ورصابين كيرفضوها ومظلومين مظلومين 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 من الأهلية محرومين عليكم الاسم ديالي وفاء وعلي من المرصبين امتحان الاهليه لمزاوله مهنه المحاماه. حنا في الوقفه الرابعه امام البرلمان من اجل اسماع الصوت ديالنا وغادي نتكلم باسم التنسيقيه ديال الدار البيضاء الكوني عضوه فيها. اليوم بغينا كتنويره للراي العام القضيه ديالنا فين وصلت. اول حاجه رفعنا درنا شكايه يوم 23 يناير رفعناها لرئاسة النيابة العامة من أجل تحريك الدعوة العمومية وفتح التحقيق. ثانيا حنا كنا من الأول مقررين أننا غادي نديروا دعوة الإلغاء وحطينا المقال ديالنا يوم الجمعة من أجل إيقاف برمجة الامتحان الشفوي وإلغاء النتائج، لأن هذا الامتحان هذا عرف مجموعة من الخروقات اللي وزير العدل في الخارجات ديالو كيعترف بها، وكيف ما كنعرفوا حنا بان الاعتراف هو سيد الادله. ثانيا دائما في الخارجات الاعلاميه ديالو كيخرج وكينعتنا بمجموعه من الاوصاف. المهم انا الرساله ديالي اللي بغيت نوصل للوزير ملي كيخرج وكيقول لنا بلي ما عندكمش تكوين، فسيد الوزير انا ملي خديت لا ليسونس ديالي في 2020 اول حاجه درتها انني خديت تكوين وعندي تجربه لا يستهان بها في القضايا الجنائيه وفي القضايا التجاريه، وحنا عرفناك اشنو باغي توصل لنا مني قلتي لنا باللي حتى تدخلوا للمكاتب ديال المحامين عاد غادي تعرفوا شنو كاين. راه دخلنا وعرفنا شنو كاين. مني كنهضروا على قضايا تجاريه البيرو اللي كنت خدامه فيه راه ما كنهضروش على ملف ولا جوج، كنهضروا على الالاف ديال الملفات. عندنا مساطر مختلفه، عندنا اجراءات مختلفه. الدوسي من نهار كيخرج ماشي كيخرج غير دوسي، يعني كيدخل غير دوسي للبيرو كيكونوا غير مجموعه ديال الوثائق فقط. الدوسي يعني كيدوز من المرحله ديال الكرياسيون حتى المرحله ديال الارشيف. دونك حنا راه عندنا واحد تجربه كبيره. وبالنسبه للاوصاف ديال الاطفال ولا هذا الطفل ما عندوش 27 عام، راه الاصغر فينا هنا عنده 22 عام. فالسيد الوزير راجع الكلام ديالك، وحنا الهدف ديالنا هو الغاء الامتحان والاعاده ديالو فقط. هادو هما الاهداف ديال التنسيقيه، ومازال عندنا بسيط من الامل ان شاء الله بان يتم الالغاء ديال هاد النتائج. السلام عليكم، معكم منسق الاعلام والتواصل في تنسيقيه الدار البيضاء نور مكاوي. كما كتشوفوا هذه الوقفه الاولى من نوعها اللي غنديروا امام البرلمان، فقط تنسيقيتين نسقنا معا حضرنا معا هذه الوقفه لكي تمر في اجواء ديمقراطيه، اجواء جميله لنا تعطي الاكل ديالها ولله الحمد. داز كنقدر نقول لك امبيكابل، الحمد لله عبأنا في كل ما اوتينا من جهد. كما كتعرف بزاف الناس كيتخوفوا، بزاف الناس ما كيبغيوش بغيوش انه يلبيو النداء لغايه ما او لسبب ما. لكن الحمد لله كما كتشوفوا هذه الوجوه البشوشه بريئه شابه والتي ارتأت اليوم ان تاتي وهي كلها عزيمه كلها رغبه تحقيق الهدف المنشود، الا هو الغاء تلك النتائج واعاده الامتحان وفتح تحقيق ضد من يجب، لانه سئمنا من 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 خرجات ذلك الوزير. هي في ظاهريا تفرحنا ولكن داخليا تعكر صفوانا وتؤلمنا، لانها فيها ظلم وفيها حيف وفيها ديكتاتوريه. لذلك نطلب من المغاربه ان يلتفوا حولنا، لان مطالبنا واضحه. نحن لا نريد راس احد، بل نريد فقط كرامه وعداله وحريه. لذلك انا كنشكر الصحافه وكنشكر جميع الناس لانهم يساندونا. وشكرا. السلام عليكم، معكم ابتسام من مدينه الرباط. اليوم جينا كنناضلوا مره رابعه امام البرلمان من اجل تحقيق المطالب ديالنا، والمطلب الوحيد هو الاساس هو الغاء الامتحان لا غير.
نريد تحقيق العدالة. التجأنا لمجموعة من المساطر القضائية من بينها الشكاية اللي وجهناها رئيس النيابة العامة وهي في طور الإنجاز، وبالإضافة إلى مساطر قانونية غادي نحاول أننا نلجأ لها من بينها المساطر الإدارية من أجل إلغاء وإيقاف بإذن الله سبحانه وتعالى. وحنا كنتمنى العدالة تحقق لنا وتنصفنا في قضيتنا، ماشي غير قضية بوحدنا، قضيتنا حنايا، قضية ديال الشعب المغربي بأجمعه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.